السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة سحب أدراج تلاجة شارب، بالذات الرف بتاع الأجبان اللي فوق، لأنه بيكون عرضة للاتساخ بصورة مستمرة. هنسحب الرف، بيتفتح معانا، ما علينا إلا ندخل إيدينا كده ونرفع فوق شوية، نرفع فوق ونسحب الرف، ومن الناحية التانية كذلك نرفع فوق ونسحب الرف، بيطلع معانا عادي جدا. بننضفه طبعا كويس، وبنرجعه بنفس الطريقة. هنرفع الواجهة الأمامية عشان نعرف ندخل الرف. كده الواجهة الأمامية مرفوعة، وأبدأ أدخل الرف عادي جدا. يبقى كل الموضوع أثناء سحب الرف محتاجين رفعة بس فوق من هنا، رفعة من فوق عشان يقدر يعدي. هنا في عائق صغير اهو، شايفينه العائق ده؟ عشان يعدي لازم ارفع الرف سنة. لو سحبت كده على طول مش هيطلع، لازم ارفع سنة اهو، هرفع العائق هيعدي هيطلع معايا الرف. بالنسبة للدرج السفلي نفس الموضوع، لو سحبت الدرج بيقف معايا، بيعض، برفعه لفوق سنة، ارفع لفوق واسحب بيطلع، برجعه بنفس الطريقة. هلاحظ انه مش بيخش معايا، لازم ارفع لفوق هلاقيه بيعض معايا، ارفع لفوق وازق لجوه هلاقيه لسه بيعض، ارفع فوق خالص، ارفع فوق خالص كده، رفعه اهو، رفعه فوق خالص، وبعد كده ازقه.